طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع يمن مونيتور: الحوثيون يستهدفون المعلمين في صنعاء. ومن المصدر أونلاين: يمنيان من بين كل ثلاثة لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية. ومن الخليج: الحوثيون يطلقون النار على وفد طبي دولي في إدلب. ومن موقع القدس العربي: عنوان رجل تعود إليه محفظته المفقودة بعد 47 عاما. أهلا بكم. انقسام المدارس وإضراب واعتداء، الحوثيون يستهدفون المعلمين في صنعاء، كل هذا تواجهه العملية التعليمية في اليمن، وفقا لموقع يمن مونيتور، ليضيف أن المدارس الخاصة استجابت مرغمة لنداء وزارة التربية والتعليم الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بتدشين العام الدراسي الجديد وسط إضراب شامل لجميع المدارس الحكومية. جماعة الحوثي هددت مدراء المدارس والمديريات بالإيقاف والاعتقال بحجة الخيانة الوطنية والطابور الخامس لمواصلة إضراب المعلمين. واعتدت الجماعة أيضا على عدد من مدراء المدارس ومنعتهم من الالتقاء بممثلين الأمم المتحدة أثناء قيامهم بوقفة احتجاجية أمام المبنى، ما أدى إلى فشل الوقفة الاحتجاجية. وكانت نقابة المهن التعليمية قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري توقف العملية الدراسية وإضراب المعلمين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين حتى صرف المرتبات المتوقفة منذ أكثر من عام. ما زلنا عند العملية التعليمية في اليمن، وهذه المرة التعليم الجامعي، حيث قال موقع الموقع بوست في تقرير خاص إنه بشكل ملفت وبارز وعلى لافتات كبيرة الحجم تنتشر على امتداد شوارع صنعاء إعلانات الجامعات الخاصة التي تتسابق على الكسب والربح في زمن لم يعد التعليم ضمن قائمة اهتمامات الناس وأولوياتهم، خصوصا بعد توقف رواتب ما يقارب مليون يمني منذ ما يقارب العام. يتساءل الموقع إذا كان الكثير من اليمنيين عاجزين عن الالتحاق في التعليم الحكومي بشكل أو بآخر، فكيف سيكون لهم القدرة على الالتحاق في التعليم في الجامعات الخاصة؟ وطبقا لحديث العديد من الشباب وحديث مصادر في الجامعات الخاصة، فإن الجامعات الخاصة شهدت تراجعا كبيرا في نسبة الالتحاق والعملية التعليمية نفسها، كما أنها صارت تواجه ظروفا صعبة خصوصا في ظل عدم قدرة الكثير من الطلاب على الالتزام بدفع الرسوم في الوقت المقرر والمتفق عليه. وفي فقرة المقالات نطالع في الشؤون المحلية مقالا للكاتب محمد مصطفى العمراني نشره المشهد اليمني بعنوان عن التحالف الوطني لصناعة السلام في اليمن، وهو الكيان الذي تأسس بصنعاء مؤخرا بمشاركة أكثر من 100 شخصية يمنية من السياسيين والأكاديميين والناشطين. ويقول الكاتب: هي خطوة جيدة كصوت للضغط من الداخل على كافة الأطراف اليمنية لإيقاف الحرب وإحلال السلام بعد أكثر من 3 سنوات. الحرب في اليمن التي تبدو بلا نهاية تلوح في الأفق هي كارثة تستنزف كافة الأطراف وتعمل على مواصلة التدهور في كافة المجالات الإنسانية، ويدفع أبناء اليمن من المدنيين الثمن الأكثر فداحة لهذه الحرب. ولذا فإن أي مبادرة تدعو للسلام يجب أن تلقى الإشادة والتشجيع، ولكن الإشكالية تكمن في مدى قدرة هذه المبادرات والتحالفات الداعية للسلام في الضغط على كافة الأطراف لتقديم تنازلات حقيقية من أجل إحلال السلام والعودة إلى المفاوضات السياسية بحسن نوايا. من المؤكد أن حالة فقدان الثقة التي تسود الأطراف اليمنية وتعمق الانسداد السياسي الراهن ستنعكس على نظرة الأطراف السياسية لمثل هذه التحالفات. فالتحالف الوطني لصناعة السلام في اليمن، والذي تم إشهاره في العاصمة صنعاء التي تخضع لسلطة تحالف المؤتمر والحوثي، سيتهم من قبل الشرعية بأنه أداة بيد الحوثيين ويعمل على تنفيذ أجندتهم وأهدافهم،
وكذلك في حال وجود تحالف مشابه يدعو للسلام ويتم إشهاره في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، سيتهم من قبل الحوثيين والمؤتمر بأنه أداة من الشرعية ويعمل على تنفيذ أجندتها وأهدافها. هناك تساؤلات كثيرة عند الحديث عن صناعة السلام في اليمن، وأهمها: هل ستسمح الأطراف اليمنية لهكذا تحالفات ومبادرات بالعمل في الشارع بحرية لتحقيق أهدافها؟ وإلى أي مدى ستتفاعل الأطراف اليمنية بشكل إيجابي مع دعوات التحالف الوطني لصنع السلام في اليمن؟ وإلى أي مدى ستتفاعل الأطراف الدولية والإقليمية مع دعوات السلام المحلية وتستجيب لها، خاصة وأن قرار إيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن قد تحول إلى قرار إقليمي ودولي؟ يمنيان من بين كل 3 لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية، هذا ما قاله موقع المصدر أونلاين نقلا عن برنامج الغذاء العالمي، والذي قال أن معدلات الجوع ارتفعت في المناطق اليمنية الأكثر تضررا من وباء الكوليرا المتفشي في 21 محافظة يمنية من أصل 22. وذكر برنامج الغذاء العالمي في بيان له أن أكثر من 17 مليون شخص، أي بمعدل شخصين من بين كل 3 أشخاص، لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية. ويضيف الموقع أن البرنامج في البيان رحب بمساهمة قدرها $1,000,000 مقدمة من الحكومة اليابانية لتوفير المساعدات الغذائية لليمن. ووفقا للبيان، فإن محافظة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر غربي اليمن تعد من أكثر المناطق ضرورا من الكوليرا بأكثر من 100,000 حالة إصابة، وفيما تعد محافظة حجة شمال غربي البلاد من أكثر المناطق تضررا على مستوى الوفيات جراء الإصابة بالوباء. إلى صحيفة الأيام، والتي عنونت في صفحتها الرئيسية إحباط تهريب أجهزة اتصالات إلى مارب. وفي التفاصيل تقول الصحيفة إن قوات الأمن في محافظة مارب أحبطت عملية تهريب فاشلة لأجهزة اتصالات حاول المهربون إخفائها وتمريرها من حواجز التفتيش الأمنية والعسكرية. وأكد مصدر أمني في مارب لموقع وزارة الداخلية أن رجال الأمن المتمركزين في حاجز تفتيش نجد المجمعة على الطريق الرابطة بين محافظتي مارب والبيضاء أحبطوا عملية التهريب، واكتشفوا وجود أجهزة اتصالات مخبأة داخل كراتين معجون الطماطم، ثم قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك المضبوطات. وفي فقرة المقالات أيضا، وفي الشأن المحلي أيضا، كتب سلمان الحميدي في يمن مونيتور مقالا بعنوان فئران الأزمات من وحي الذكرى 54 لثورة 14 من أكتوبر المجيد التي اندلع ضد الاحتلال البريطاني، وجاء في المقال: بمزيد من السلطنات والمشيخات وبجيوش اللوي غير المنظمة أدارت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس الجنوب. الفئران أتت فوق المراكب لينشغل الناس بمحاربتها. الفئران في ذهن اليمني مرتبطة بالخراب، هذه الحقيقة المنسلخة من قصص الإخباريين العرب عن خراب سد مأرب العظيم والذي بسببه تفرقت سبأ. قيل بأن للفأر الذي خرب السد قرنا من حديد حفر به لتغرق الحضارة التاريخية هناك، فانتشر اليمنيون واستوطنوا العالم. بريطانيا العظمى بلا سد، لم يأتي الطوفان لتحتل أكثر من بلاد، أتى الاحتلال بمطامعه الجشعة وعلى مراكبه الفئران. المصائد ستأتي من بريطانيا كسلعة تجارية لتحسين الصورة، ولتحصين الصورة سينتشر اسم شركة تجارية ستضم المئات من العمال لاحقا. في 2014 تحدث وزير الدفاع مع قادات من الجيش قبل سقوط صنعاء، تحدث عن طيبة المحتلين البريطانيين وكيف كان جنود الاحتلال يسمحون لهم للمواطنين أن يأكلوا الأرز معهم من مائدة واحدة، كيف احتلقوا حول الحدرة مع الاختلاف اللغوي الكبير. وللأمانة فإن حديث وزير الدفاع جاء في معرض حديثه عن علاقات رجال الجيش بالمواطنين. تتسلسل وقائع وأحداث، يبرز أبطال من مناطق شتى من اليمن الذي كان منقسما تحت سلطتين. يجذب اللورد البريطاني سارية علم الاحتلال ويغادر آخر جندي من عدن في 30 من نوفمبر. تحرر اليمن في عقد واحد
هو عقد الستينيات من سلطتين: الاستعمار الخارجي الاحتلال البريطاني في الجنوب بثورة 14 أكتوبر، والاستعمار الداخلي الإمامة في الشمال بثورة 26 سبتمبر. يفترض أن يبدأ البناء الآن، فلا فئران تهدد البلاد بالخراب. إلى موقع المشاهد نت، وفي عنوان مثير قال: هذا ما حدث في إحدى مزارع النخيل بحضرموت، والأسباب غامضة، وذلك عند حديثه عن حريق هائل شب بإحدى مزارع النخيل بمنطقة غيل عمر بمديرية ساح. مصادر محلية أفادت للمشاهد نت أن الحريق التهم ما يقارب 200 نخلة في إحدى مزارع النخيل الكبيرة. المصادر أضافت أن سيارات الإطفاء التابعة لشركة بتروماسيل الوطنية استطاعت إخماد الحريق بالتعاون مع أهالي منطقة غيل عمر. ويضيف الموقع أنه وحتى اليوم لم تتضح الأسباب الحقيقية للحريق، وذلك حسب مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بالمديرية. أما موقع عدن تايم فعنون الاثنين القادم: عودة عالقين بالجزائر إلى عدن على نفقة الهجرة الدولية. حيث قال الموقع في التفاصيل بأن السفير اليمني بالجزائر علي محمد اليزيدي التقى منسقية منظمة الهجرة الدولية في الجزائر صبيحة الزهراوي لمناقشة إجراءات عودة عدد من اليمنيين العالقين في الجزائر. ومن المتوقع مغادرة أول رحلة إلى عدن في 9 أكتوبر الجاري، تتبعها رحلات أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة. حيث يضيف الموقع: هذه الرحلات ستكون لمجموعة الطلاب اليمنيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، وهي على نفقة منظمة الهجرة الدولية. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بداية الصحف العربية من صحيفة العرب الجديد، والتي نقلت عن موقع غلبال ريس بريش قوله في تقرير له أن هناك مشروع قانون قدمته مجموعة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى مجلس النواب بالكونغرس لإنهاء الدور العسكري الأمريكي المباشر في حرب التحالف في اليمن. ويكفل القانون في طياته أن يصوت المجلس للمرة الأولى على العنصر الأكثر أهمية في مشاركة الولايات المتحدة في الحرب، وهو وقف إعادة تزويد الطائرات السعودية التي تقصف بشكل منهجي أهدافا مدنية في اليمن بالوقود عبر الجو. علاوة على ذلك، وكما يقول الموقع، فإن مشروع القانون سيشكل اختبارا رئيسيا لإرادة الكونغرس في احترام قانون صلاحيات الحرب الذي تم إقراره عام 1973، وينص على دور الكونغرس في تقييد السلطة الرئاسية حيال دخول الحروب من دون موافقة. ومنذ أعطت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الضوء الأخضر للحرب السعودية في اليمن، كان معروفا لدى الكونغرس ووسائل الإعلام أن أفراد الجيش الأمريكي كانوا يدعمون طائرات التحالف السعودية بالقنابل. لكن نادرا ما نوقشت علنا مسألة توفير القوات الجوية الأمريكية عمليات التزويد بالوقود في الجو خلال كل طلعة كانت تنفذها الطائرات السعودية في اليمن، والتي من دونها يمكن أن تصل الحرب في اليمن إلى نهايتها. أما صحيفة الخليج فقد عنونت: الحوثيون أطلقوا النار على وفد طبي دولي في إب. وفي التفاصيل: ميليشيا الحوثي أطلقت الرصاص الحي على وفد طبي يتبع الهيئة الطبية الدولية عقب محاصرته في محافظة إب وسط اليمن. مصادر محلية أفادت أن قوات حوثية حاصرت وفدا تابعا للهيئة الطبية الدولية في منطقة قحزة غرب مدينة إب، وأطلقت عليه النار أثناء حضوره لتدشين مشروع ترعاه الهيئة في مجال النظافة. وأكدت المصادر أن الوفد الطبي الدولي اضطر لمغادرة مكان المشروع بعد حصار دام نحو نصف ساعة، رغم مشاركة مسؤولين في السلطة المحلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في تدشين المشروع رسميا. وفي الشأن العربي والدولي نطالع مقالا في العربي الجديد بعنوان: ننتظر حدثا هاما، للكاتب حلمي الأسمر. ومن أهم ما جاء في المقال: الفوضى غير الخلاقة التي يعيشها العرب هذه الأيام تستفز النخب والشارع على حد سواء للبحث عن بديل لكل ما هو موجود.
بعد أن استقر في الذهن أن البنية الحالية للنظام العربي الرسمي فقدت شرعيتها القائمة على ذراعي معادلة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذا النظام العربي بمجمله لم يعد تقريباً قادراً على تأمين لقمة الخبز الكريمة لأبنائه، على الرغم من المليارات الهائلة التي تدفقت على خزائن دوله، إن من باطن الأرض أو من المساعدات الخارجية أو من جيوب المقهورين والغلابة الذين يدفعون تقريباً ثلثي ناتج عرقهم وكدهم إن وجدوا عملاً لخزينة الدولة، أي دولة، ثم لا يحصلون إلا على من متواصل وإذلال وقمع وتكميم أفواه وإرهاب وإرعاب. نعيش حالة اشتباك ذاتي لم تكد تمر على بلادنا العربية من قبل، ولا يقل ما يحصل في البلاد العربية الشقيقة الأشد سخونة عما تشهده البلاد التي يبدو من ظاهرها مستقرة، بل ربما يكون للشرر المتطاير من هنا وهناك اليد الطولة في تسخين حالة الاشتباك تلك. هناك ورشة تغيير حقيقي في الوطن العربي، ولا يكاد يبدو منها إلا ما يظهر من جبل الجليد، وثمة ممن عرفنا وجالسنا من كبار المسؤولين من يعتقد أنه يعرف تماماً إلى أين نسير وما الأمر وما يخطط للأمة. نحن اليوم في بلاد العرب على أبواب حدث كبير وكبير جداً، ومن الصعب على أي عالم مستقبليات أن يتنبأ بماهيته، لكن استمرار الحال من المحال، ولا بد من تغيير ما، وما يحدد شكل ساعة الصفر وموعدها هو الغيب فقط، فلننتظر، إنا معكم من المنتظرين. عادت محفظته المفقودة بعد 47 عاماً، ووفقاً لصحيفة القدس العربي التي نقلت عن موقع UBI الإلكتروني، فإن الرجل المتحدر من نيوجيرسي حصل على محفظته المسروقة بعد أكثر من 4 عقود، وتلقى الرجل اتصالا من شخص يقول إنه عثر على محفظته في علية منزله الذي اشتراه مؤخرا. وفق الموقع فإن دينيس هيلمر البالغ من العمر 78 عاما استغرب جدا هذا الاتصال، فقد سرقت محفظته من منزل والديه ولم يعلم أنها مسروقة أصلا. وتضمنت المحفظة التي وجدها الشاري الجديد بطاقة هوية اجتماعية لدينيس تعود إلى عام 1957، وميدالية وإيصال بقيمة 168 دولارا بدل رسوم جامعية وصورا له في الثانوية. وقال هيلمر بأن المحفظة سرقت على ما يبدو خلال عملية سطو على منزل والديه في عام 1970، وأنه لم يعرف بأن المحفظة كانت مفقودة حتى اتصل به الرجل مؤخرا. صحيفة البيان قالت بأن فيلا ماتياس البالغة من العمر 22 عاما من جنوب شرق البرازيل قامت بتصوير مشاجرة مع أحد الجيران الذي كان يتهمها بالثرثرة، لكنها لم تكن تتخيل أن كاميرا الهاتف سوف تصور مقتلها. صحيفة ديلي ميل ذكرت أنه يظهر على مقطع الفيديو كيف يرفع الرجل قميصه ويخرج مسدسا ويطلق النار عليها. وفقا للصحيفة أرادت فيلا أن تسجل إثباتا أن أحد الجيران يقوم بإهانتها وتعرض الفيديو على زوجها بعد ذلك، ولكن بعد دقيقتين خرج الشجار عن السيطرة وقتلت الأم لثلاثة أطفال، لتتوفى المرأة في المستشفى بعد ساعات قليلة. والقاتل فر من مكان الجريمة وهو يقول للمرأة: الآن أنت ستذهبين إلى الجحيم أيتها الشيطانة. وتضيف الصحيفة: سرعان ما تم اعتقال المشتبه به بعد مشاهدة الشرطة لمقطع الفيديو التي صورته الضحية. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة من صحيفة الديلي تيليغراف، نتابع الصور معا.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.